أصبح بإمكان الجمهور العادي التعرف عن قرب على الإنسان البدائي، وذلك ضمن مشروع أطلقته بي بي سي بعنوان تشريح ما قبل التاريخ، سيجول على مختلف المتاحف البريطانية. متحف هورنمان أتاح للزائرين الكبار والأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و 12 الفرصة لرؤية هذه النماذج. المعرض يضم 3 نماذج للإنسان البدائي: لوسي التي عاشت قبل 3 ملايين سنة، الإنسان المنتصب الذي عاش قبل 1.5 مليون سنة وصولا إلى إنسان النيدترال وهو الأقرب لأسلافنا. كنت ضمن الفريق الذي عمل على إعادة رسم ملامح إنسان النيدترال، إنسان مهم بالنسبة إلينا لأنه شبيه بنا نوعا ما كما ترون. والسؤال ما إذا كان إنسانا ناطقا أم لا؟ واجهنا صعوبة بسبب عدم وجود حفريات نستطيع من خلالها دراسة التشريح الخاص بالنطق بعكس الجمجمة. شاهدت البرنامج على بي بي سي وأحببته، إنه رائع وطريقة العرض جميلة. أردت زيارة المعرض لرؤية النماذج وأخذ صور لها. كما يضم المعرض عددا من الألعاب التفاعلية لتعريف الأطفال بالإنسان البدائي. أنا سعيدة جدا بهذا المعرض. أجيب على أسئلة زملائي بنعم أو لا حول كيف كان يمشي الإنسان القديم وكيف كان يستخدم يديه ورجليه. الدافع وراء هذا المشروع هو إتاحة الفرصة لأكبر شريحة من الناس رؤية نماذج الإنسان القديم. بي بي سي تريد أن يراها الجميع بدلاً من وضعها في الأدراج. هذا هو النموذج الجسماني لما يعتقد العلماء بأنه أدق تصور لإنسان النيدترال. العلماء استعانوا بهيكل عظمي اكتشف في فرنسا منذ قرن، ثم قاموا بكسوته باللحم وزرع شعر الجسد، ويعد هذا النموذج مطابقاً تماماً للمعايير العلمية الحديثة. ريما شلون، بي بي سي.